يا رب أصغي لي، يا رب أصغي لي حين أدعوك استجبني. يا رب أصغي لي، يا رب أصغي لي، تعال واسمع لي. وكد يوم باسم وابني خوثا خامس كينا إثوا شمح لعزار محلقة ويوا قيب الطرقات وأتيرا ومخيب شخنة شاهي ودمالي وكاسي من طرزي نبلي ومن صفراد وأتيرا إلا هم كلبي آثي وولك خيوا شخنة ومثل مسكينة وكم نبليل ملاخل قبل دورها وهم أواتيرة مثل وبش القويرة وكد أهو بعذوبي بشيول مرملئيني من رحقة وغزيل الأوراهم ولا عازر بقبلي وصرخ لبقانة عليا ومير بابي أوراهم راح ملي ومشاضر لا عزر ما تري ريشة صبيثي بمايا وما قرلو شاني بيدي ومعذوبي بأذي شلويثا ميرتالي وراهم بروني تخور دقبلو خطاوثف بخايدي يخ ولا عزر وقانديه دها اهو بنايخ اخا وايد معذبت ومتآذي كل اخذه ثرب ثقيل ادري ثبينا واللوخن داني تكبي من اخذ عبري جيبوخن لباي وهم لا من تامد عبري جيبان ميري طالب دمك طلب من نخبابي دمشضربت البيث بابي بيت خمشة خنواثتي زالي مسف طالي لهم آني آثي الآذي دكثة وعد عذابا ميري طالي أوراهم التيموشي ونوية شمي الليل
أهمير طليل يا بابي أورهم إلا خام ميث زالق بيب بتاوي مير طالي أورهم إن الموش والنوي لشمي هم لا خام ميث قايم ما يمني الليل. قال الرب كان رجل غني يلبس الكتان والأرجوان ويتنعم كل يوم تنعما فاخرا وكان مسكين اسمه لعازر مطروحا عند باب ذلك الغني مضروبا بالقروح وكان يشتهي أن يملأ بطنه من الفتات الذي يسقط من مائدة الغني حتى أن الكلاب كانت تأتي وتلحس قروحه فاتفق أنه مات ذلك المسكين فنقلته الملائكة إلى حضن إبراهيم ومات الغني أيضا وقبر وفيه ما هو يتعذب في الجحيم. رفع عينيه عن بعد فرأى إبراهيم ولعازر في حضنه فنادى بصوت عظيم وقال يا أبتي إبراهيم ارحمني وارسل لعازر ليبل طرف إصبعه في الماء ويبرد لساني لأني معذب في هذا اللهيب. قال له إبراهيم يا ابني تذكر أنك قبلت خيراتك في حياتك ولعازر بلاياه والآن فهو يستريح هاهنا وأنت تتعذب ومع هذا كله فإن هوة عظيمة قد جعلت بيننا وبينكم حتى إن الذين يريدون أن يجتازوا من هنا إليكم لا يستطيعون ولا الذين هناك أن يعبروا إلينا. قال له أطلب إليك أيضا يا أبتي أن ترسله إلى بيت أبي فإن لي خمسة إخوة حتى يذهبا فيشهد لهم لكي لا يأتوهم أيضا إلى هذا موضع عذاب. قال له إبراهيم عندهم موسى والأنبياء فليسمعوا منهم. قال له لا يا أبتي إبراهيم بل إذا مضى إليهم واحد من الأموات يتوبون. قال له إبراهيم إن لم يسمعوا من موسى والأنبياء فلأنهم ولا إن قام واحد من الأموات يصدقونه. وشو حتى لهدى موسى برخي مقروت هذه ذي وحدة لهيثة بشمت ليثة إذا قدشتها بشفعت يما المط مريم ومري يوسف بدل ريشانة إيتا مار بابا بطياركا بسبابة مرعيثة بدل كأنة شماشة همنا بتخروخ بدل عمة بريخة دي لحضيرة دي يومة بدل كل الناشط لها بين حضري بدل كل الناشط دي لمشنية من داني خاي زبنناي خاي بدناية على أقاب اللين قاعد ملكوذ الشمية بدل كل الناشط دي لكريه تعالهم باسم لهم بدل أخو كل أخو ديت نحضير آخر بدل جوانقي بنونة وبناثة خثواتة وخنواتة دي لجميع قاعد لقاء الشباب دي لقاعد بولندا ودي لآخر بألقش جميع دالا حاملهم مضيرهم بشلامة البثواتة ديهم وشقلي فائدة روحانيثة طالهم قاني لباني يومات تزلهم أكيد إلى بسخوثة وخبالة وخبالة خينا إلى فائدة روحانيثة مصارغ بدالهم كلهم بدل كل آنت محضيرهم تاني لقاءات الجميع كلها نجوان قدية تدهي بهن خازي آلها بخايديهن مصالح بدالهن كلهن على بعض شمت بابا برونا روح القدشة قال آمين خوشا باخذها بريخة خوتن بشماي لي خرايا هني قرق صرخن قال رابا تشموش خوشا بابا بريخة كلهن بركات مريا
من نخن هاوي داي موسى أخونا سعد ربنا بياني لو شما شوي قلائي لأي محظور الطايش قاشا فإما تياز الدكان أخي مقاتا يمثلنا مني فشكرا صالح بدالي تدهمها وآلام كاملة من نحفظ متر تم كامل عجمانة مريم تم كل مني اي من قالية اتي يوما ما راني شام شيحة مخكوية لخق قصة رابعة لا قصة الماء الدن ناشر التير ايقارة اغنياء البمارة ما راني شام شيحة لك سانة لين اني ناشر التير ولك ممري مرخ لممري لهن بتنيث لا بس كمنا بهنهن لبديهن لا ومن اتير زدية التيروثة الأنيكا الغنى الأرضي لازم هوي التيرة بؤالها فمثل أثبتلا مخزوية فرق بين البرناشة دخلكم تخمل بأتيروثة دية ولكم تخمل بقيانة وبين آلها دم تخمل قاوة برناشة ولكم تخمل ما أنت آخر فرق برناشة كم تخمل التيروثة الإنسان يفكر ما عنده من ممتلكات ولا يفكر بخلاص نفسه بينما الله يفكر في خلاص الإنسان ولا يفكر في ممتلكاته إذا فرق بين تلت نظريات تري حزوة تري محكياتها فإديوم إتلن برناشوثة وآلهوثة وإيش مثيلة قال أثبتلا التيرة والعازر من يدامر شمت أتيرة ما هي ويبا؟ كده شمت دواء أتيرة؟ لا ما هي شمت دواء أتيرة؟ أو أتيرة؟ ها؟ ما عنده اسم هو أحد معلم ما عنده اسم لتوالى شمة أو أتيرة زي لغن معناته لتلة وجود خناشت لتلة شمة لتلة هوية لتلة وجود لتلة حاضر ليه الموجود أصلاً؟ فناشا أتلت له هوية أكيد لتلة شمة من يلو ناشا وأغني محكياتها دي خكمة قادك مرخلة وأنا أمانا شمخلة أوه بريش الشارع خازنت بيت الدو قصرة بيت الدو قصرة أو قصرة دي لريش الشارع زمني مرواتها بخزاية أوه ما أتلي بس تكذخ لبرناشا هذا خيل أدي وإيش عبو ما رقالها أوه أخزين أخو مسكينة وين بيلا بشارة كم رخ لها المحكمة منيلة لتلا شمة إتلا شمة لعازر آلهك عاين لعازر الله يعين معناته أو أتيرا لتلا شمة من هذا إمن قاليون إما تمدك ريبر صوبي شخصين تاخر خامنهن أو تريد إلى خامنهن مدت شوبع بشوبع الدف ناشا ابن قالي أتلوقا ما تخيل أنا تريد تلميذة زوي بسألة ما تتعماوز تخيل خشم ما أو شما لكم تأخيره إيوخ أخني داي موزة ابن قالي كمري شروحات وباموات واجتهادات لكي إما تأخذ خبر صوبة أو تري ما تخ شوبة ما تقانن بشوبة دوبر صوبة خينا بخمير خاتة أكيد إيوخ أخني بتزونا لا بزانة مرة شمشيحة مرة شمشيحة ليلة حدث سيلة وزلة وخلص لي مرة شمشيحة إلى بداية موثة منا سوف أكون معكم إلى انقضاء الدهر ليلة معناتها خزونا خفترة عشلة منا وخلص لها لا كرأ شوف زي الأخوة كرأ شوف حضور ديح منا كرأ شغلة إيمان كرأ شغلة إيمان هايت لن حبة إيمان هايت لن مكي خوثة إيمان هايت لن عيانة خخينة إيمان هايت لن بسموث خامن خخينة أخذ رأى شغلة كل ما اجتمع اثنان أو ثلاثة باسمي أكون في وسطهم آخر إيشو حضور لو يوقم ترير تشني دعي الموجود إيشو إيمان أخذي عي شغلة إما تلعش لن أخني أثمن ديانا أكيد لن أخلي لأيشو آمر عوالب لبح ليه آلا عوالب يقول الشرير في قلبي لا يوجد الله إما تآمر الشرير لا يوجد الله كل من يباوي فبدار خلوات خصواتها أذ التيروثة وأذ مسكينة ديلة إن قالت إديومة إيتا ديا زونة قيطة
إلى زوجتك يا أوثى ليلة قيطة أكيد خميلة على عين أفرديا ما قد كبخ ماط القامة يبش بدار البار. ومع الأسف مع الأسف مصالح بدالة تريشان ديت على مهديلهم ومثي ريشان أوثى رندة أفرديا بس قيطة ممنو خميلة بس همنا لازم دار في الآلهة لازم تخمل حضور الله في حياتنا. إذا فترة الصيف هي فترة التوبة والرجوع لله. فالكنيسة خلت لنا هذا الإنجيل الغني والعازر. ويسوع ما يرفض الغنى، لا، يرفض الشخص كيف يستخدم هذا الغنى. وهذا الغني ما كان عنده خطيئة، بس ما عرف شلون يستخدم أملاكه، ما عرف شلون يستخدم ماله، ما عرف شلون. كان عنده مفتاح الملكوت مرمي يم الباب ويم حلقة قنطرة خمس كينا مش ميلو خمين مقاني يوم مامير بسورة حلقة يعني حتى هم مسكينة لا بإرادة تحفيلة آخر لا بعجبون حفيلة آخر كأنه خاكم طعنة وكم حالق لآخر خاكم طعنة وكم حالق لك فهو حلقة قنطرة الدعوة الديرة أخي ما قجيله خفة بيضة تزال يده قام حمراء ها بس امتين لا يمكن محصل خمندي يمكن محصل خمندي فإديو هوية دو الديرة لتل وجود لتل حضور لك ذو خمني لي وهم انا ايوين قالي يوديا ليل ما را العازر ويوطا وخوش ناشا لا ليه ما را بس اذا خمندي فارغ العازر ويو اتكيل الالهة اتكيل الالهة قبل قصه الايفنجاليون ثيلي العازر معناته الله يعين الك عين الله يساعد مريا مسكينه مليه بشخنه مملوء بالجراحات الايفنجاليون كلش المطالب لان اتناشد تاكل الالهة وعياده الهة اتلى هويه اتلى وجود اتلى وجود او برناشة دارو خقصة بختة حطيتها اسوق مديثة اياها مرات خطفاتها البختة حطيتها لتوالى شمة اتوالى مديرة وجود طالع الشخص المصاب بالبرص سيلي وقرولة جابت ايشو ما كبت بس متي منظفت لي الشخص اتوال شمة تخرج ما ايباي بس لا تخرج شمانيها فايشو مرجع لوجوديه طب كل مني يدوت عمر رابا ما هي لي ليلة مرض اتمرضت قتلي او مسكين وزت قتلي او مرة رابا الدين بعياشة قاوة مجتمع بس هي لوحيد لتلا وجود قاوة مجتمع فايشو مرجع وجودية قاوة مجتمع واخني هذا قوله لا مبالاة إما تلامح دمخ بخشة غصيل موجود لك تعرف لبالة كذو تلقى مرأة لآذي أي بشمرة من مرض قتلة يعني رحوقها من كلها إنخاء قتلة السرطان إنخاء زخوران ناشك ناشر مرضية بس إنها ملخلة لك داية فسرطان إما ترفضخ وجود حقاوة مجتمع هذه الأكبر مرض أي المرض الكبير في المجتمع أنه نرفض وجود الآخر في حياتنا هو موجود في الله بس ما موجود في حياتنا هذا هو المرض فيسوع ده يرجع وجود كل شخص من طفل إلى شاب إلى كبير رجع وجوده فيسوع ده يقول هذا الفقير ما كان هو زين بس كان يتكل على الله الله يساعد اسمه الله يساعد محلقة ملقى مطروحا امام باب هذاك الغني مطروح مذبوح كانه واحد ذاب غني ايش قد كبيره محلقة اليه ليب جاوج هم كلبه لمثايه بالواخر جرحه دي يحلب مرحط لي كلبه ودلت طاووسه من دف برناشه لعازر بش كبيره من دوقه تيره تحميلها ببيتها كلبك معيني لي كذوتا كلمة الكلاب لما تقطع الجرح
تداوينه للعاب الجراء الكلاب بينه مادة دوائية الطيب الجرح، لما الكلب لما يجرى يبدي يقطع جرحه، فهذا العازر ما كان يقدر حتى يبعد الكلاب لما عنده قوة ملقى مطروح حلقة، فكانت الكلاب تأتي وتلحس جروحه. هم هي الكلاب ترى استفادت من مصلحتها، لأنه تعرفون الكلاب تحب الأكل واللحم، فاستفادت من مصلحتها. بينما الغني ما استفاد، معناته الحيوان سوى فائدة أكثر لهذا الشخص من الإنسان، وهذا الإنسان هو إحنا كلتنا. لماذا نعطي قيمة لوجود هذا الشخص؟ صعب. فهذا العاصر دي يتألم، دي يشتهي الفتات انساقت من مائدة هذا الغني. وش قد ذبحنا أكل برا ونشوف مقابلنا ناس جوعى، إيش قد يعني فعلا. فهذا هي المشكلة، أنه العازر مسكين، إحنا نعيش بألمه أكثر من ألمه اللي هو يعيشه. فخطيئة هذا الغني ما كان عنده خطيئة، بس ما عرف يستغل الملكوت اللي كان مرمي قدام بابه. نعم، لا ما نقدر نقول كان عنده روح التكبر، ما نقدر، لأنه عنده مال، عنده غنى، عنده إجاله مرثى، فده يعيش بماله. فبس أكو واحد مطروح قدام بيته ما شفته، وهذا يذكرنا بمثل السامري الصالح، الكاهن واللاوي والسامري، شافوا واحد جريح ما حد معالجه، شفتوا شلون مربط الإنجيل كله مربوط مع بعض. فهي يسوع حياتي، يسوع حياتي، إنجيل كلمة الحياة. الصار مات الغني وقبر، خلصت القصة، مثل وتيرة مش قويرة، خلصنا. مثل العازر ثيلة ملاخ دشمية، كم طانيلة كم نبليلة قبل الباب نوراها، ثيلة ملاخ أتوا الملائكة وحملته ملائكة. ليش ما كان يكفي ملاك واحد حتى يحمله يمدينه؟ كان يكفي، بس هذا الزياح الاحتفال الكبير، لأنه العازر عاش بلايا على الأرض. فخلنا نتقبل هم احنا حياتنا الواقعية شلون نعيشها، نتقبلها بمحبة لا بتذمر، فنتقبلها. هذا العازر عاش بلايا على الأرض، بيقول له إبراهيم هذا الغني تذكر. فهي أن كل تذكروا يا أخواني، ترى هاي فرصة كل واحد من عندنا، مثل ما يقولوا بإنجليزي it's never too late، ماكو شيء متأخر. ليه نرخم انت متأخر؟ من ده هاي بخم شارب بان انت ملكوثة ديو هم الدين عمره قرابة، بس فعلا لازم تقرأ جيبت آلها كمالي وخملا خطاين مالي تلعازر نبلو على جيبت أوراها، بس بزياحة ملاخة دشمية ما كمان مانا شمشيحة خحط طايا تاو قاوة ملكوثة دشمية بزياحة قبليلة بزياحة، وما قربت إلى ما قربت إلى أواتيرة مثل وقبر، مات وقبر انتهى الموضوع. بينما العازر حملته الملائكة إلى حضن إبراهيم. وغريب بقصة الغني والعازر، الغني كل هذه الفترة العازر كان موجود ما شافه، ورفع عينيه ورأى إبراهيم والعازر في حضنه وقال يا إبراهيم ارسل معاذ لي بلا طرف اصبعه. داكم يا ذات العازر منيلة داي ذينه داكم تخرجت العازر لو هو كل يوم قامه لكم تخرجته داها كم لانهم بلغوا بعوقانا فالها دي اللي الهت عوقانا الها دي اللي اخذ بيل بعوقانا كيوت يا الها اما ديخ مبسومة ليسنا لها بخاير اخر مشكلتها ده تخيره وتخيره شمه او اتيره وتخيره شمه ارسل لعازر مشاطر لعازر دخل له شمه لانه محل قام الطرق
لا تأخذ معناته كذت والي آخي لخطيث الدو التيرة نو أكبر صوبة كذا والعازر من يوم حلقة قامت بره لأنه لم يري ابن قاليون قال لم يري كنت مثل كروهن أو قبل ما تمايثوا ويرا وتيرة كمخازين للعازر قال عازر مات وداخل كل داخلية القانون لا يتقن طرد بيفي لا ابن قاليون القاروخ لبان بمارة العازر مطروحا أمام باب ذلك الغني والغني لم يعرها أي انتباه لم انتبه لله فيا بتي إبراهيم مشاور العازر متري ريش الصبيثة سبب آخر بالهاي النورة متري بس صبيثة مايا معناته يا العازر ويمشو هوي أو بزت نابل ومن صفرة داري التيرة ده قلبنا قصتها فش لأول تيرة العازر وأول تيرة دفن ومات مات ودفن وقبر مثل وجود آخي لخن وافي خطواقا برخي بس خوشاب بريخة تخرج خايديا قبل خليهن قاود بصخوثة قاود حيمانوثة تتلابى في يوم قلبي أدوار الله أو ناشد سان أخوالي فبرخي أبوايا إيكل آدي ما مير بعد أبي من قالية يا التيرة ليبا أخني آتو قيبوكم أختناكو تلقيبا سبب إذن هوثا أكو هو بيناتنا هوثا إذا خيمتا فعفرة بيننا الأخر ما بي التيرة هي بقاود داود أول أرى بني وخدشرة بينهم من العازر الدشرة فايد وطالع داود الخايخيني فاخر ملكوثة دي فبيشة بنيته بخايه اللي تقرى مو ما تطخ يوقات خرائب طود ختياوثة كي لقاش ازال المودو شكل قربانة ها ما دود صدقة دود ليه ضمت ايمن بثيان عدانا مو ثيمة تاخر لك ما خطره مش عقله قلولة فهو حاضرين فغزيلا اقلب ليهن بعدين التيرة تخمل لي بخنواته بس انت هنا كنتهم تخمل بخنواته لي خمس اخوة خمس اخوة ايه رندم يروح تخمل خمس خنواته رندم جيد عندك خمس اخوة عندكم خمس كتب التوراة القديمة خمس كتب لديكم موسى والانبياء تريد واحد من الموتى يقوم تأتاد خاميزة خطوير لبيدا وخنم للرحوق من كله وخنم للبيت القرواتها وتخاطق لده بار بطرات ميدا ما بار مجاومة كلنا نتعرفه اي ميكا بيه مين جاد احنا دفنانه فتأتاد خاميزة مهين نفقاوة ميدا وليك مهين نفقاوة ثاوة قديشة ليك مهين نمتنيزة آلها مهين من الميزة آخي لباصروثة آخي لنقص الإيمان آخي لضعف الإيمان الإنسان لديكم خمس كتب خمس أخوة ميري وأني خمس كتب إلى سفر التكوين خروج تثنية عدد أحباب خمس كتب التوراة الأولى لديكم أني خمسة ثاوي خمس أخوة تريد واحد الموتى آمن بي ما تآمن بالكتب والأنبياء والموسى فهي مشكلتك كم خاز خمن دي تتمهين له اخوانا سقريت ثاو قديشة سودت ياوثة سيبوتي شقول قربانة بالبصبية اخيلة ياوثة اخيلة خلاص ديو اخيلة ملكوثة ديو خنوات غطوات مرخي ختمنا من نوخ خط الستة زرتا اكيد قصة ياخي لمن خاي دي رأشق بوجود دي خمس كينا خجوانقا مسكينة لا الوش لحد لا اي خلت بيت الاثلي شو من دي الاثلي الخوضع يتومة بالولانة كولانة بشوارة بجيال اللي لخمة الاخر ولنت خدوك دامك ايلي على طول محكوية بطرطوم الالهة تمها انا هذا خيون تمالتي ولا خا لا بيتة لا اي خالة لا شويتة لا جلة لا شو من دي اتلي وي خالة بيحشى حلوان من زبلة او هذا محكوية وانا شر منها لها وبجيالها بين الزبلة اخزي لي خلخمة
قال لنا أذلخنا إيه المنظوفة وتولى خوثت إيلانا تول خوثت إيلانا طلع منظوفة أذلخنا تأخر له والغفلة حمل لقام حقا سيارة آخر موديل وكشخة ما ستس حمل لقام إيالا أنا إخالة لبتي ما حملتها سيارة قامي فش لمحتوى إلى على أخا جافرتها لك بدار بالا نتلا شو من سيارة مش إلا قاوت لخمة بس فضول أدبرناشا بغزائب سيارة غزيل خد ونطة تيوة البخرة بعمر دي هي آلها زي آدي برناشا بعمر دي قي آو قتلي وآنا لتلي هاي كلنا مرغلة قي آو قتلي وآي قتلي وآنا لتلي ومتنافس كود خام الخير فأثناشا هذا خلب عياشا من عوقانا همينا لك بدار البالا مشكلة فضولية لا أكبرناشا غزيلة سايق بن خادم وفاقة طرى طالع إيالا حتى طرى ليبا ظل ناخر إيه تمام إيالا بش لمحكو إيالا لا سايق لن غتلة بطخلة طرى طالع كذو تمار ثخلة ثخلة صندوق السيارة هذه مسكينة فضول دي سكنه جمت له دوك احكي بخاصه ما زبار ادخل صندوقه غزيم من ختله خ كرسي قد عرامانه هاني دفعيله وزين معملات جيبت طرى اتستاذر وبصخله طرى طالع كم طعنه كم متوله قام الكرسي اد مسكينه شكرنا يا الها اتيا بلاثك رخشه لا بلخمة الخوذع خه برناشا إلا كل تنيثة بلطة من كمة آلها خه قامة